انطلاقا من قوله جل وعلا في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نضع بين أيديكم أحبابي سلسلة مباركة أذكر فيها نفسي وإياكم بخيري الدنيا والآخرة كما بينها الحق جل وعلا في كتابه العزيز، وكما فصلها المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الطاهرة المباركة. كل ذلك لن يكون على سبيل الإلزام والسيطرة، بل على سبيل التذكير والترغيب، كما قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. انتظرون بإذن الله تعالى طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة قناة حنا بعد.